تقييم إطلالة المشاهير في حفل جو أورد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت نالين بيوتي ورامي بتقييم إطلالة المشاهير في حفل جو أورد. أترككم مع لقطات رأيكم بخصوص هذا الخبر. أوكي بيانسي، أول شيء أنا بدي أقول لك إنه كنت طالع أحلى شاب مبارح. يلبق لك الطقم، بدي أتغزل فيك، يلبق لك الطقم، تلبق لك الكارب، كنت كتير حلو. أكيد. بس أنت شو كان رأيك بالإيفنت مبارح؟ طبعا كمان لنحدي يا الإيفنت كان بياخد العقل unbelievable. يعني لأكون صريح، وجودك مع هيك نخبة من الفنانين كان واو، كتير فخور فيكي. الإيفنت كان بجنن. أوكي بيتر، شو رأيك بالإيفنت مبارح؟ مين أحسن فستان عجبك؟ لا واضحة واضحة وبينة وس فستانك. ها أوكي أوكي سوري. لا بعد فستانك، بعد فستانك، بعد فستاني بقول أنا. أنت عارف مين صح؟ أنا عارف مين. أصالة. لا مين؟ جورجين. أيوة بس تو ماتش، يعني حسيت الفستان تو ماتش. هلا هي هلا الفستان حلو الا لما شلحت من رجل انا ما بعرف، حسيت فستان يعني فستان باي باي.